اسمالي سويت محترفة بدور الإسباني وكذلك الله هذا هو التشكيل الاحتياطي للمدرب وليد الرفيعي فيما قلنا المنتخب الوطني المغربي منتخب تشيلي. أيها السادة والسيدة محك حقيقي للنخبة الوطنية بداية من النشيط الوطني كان هذا النشيط الوطني لدولة تشيلي والآن مع أحلى المنتخب الوطني المغربي كما قلنا بالاسم الجو العام تعاقد مع الاتحاد الشيلي قبل تقريبا في كاس العالم قطر 2022 تنطلق كاس العالم نسخة أمريكا الشمالية يضغط المنتخب الوطني سوفيان بوفيل ومخي لبساته لإبداعاته لتلك التمريرات طرف أشرف حكيمي أشرف حكيمي تسدد كرة ترتطم حيث تصد منتخب الشيلي يصاب على إثر ذلك لاعب منتخب الشيلي سلبت لوتافيش الراسية جميلة اللقطة جميلة اللقطة الراسية كانت رائعة بعد الارتقال كان من جانب عناصر المنتخب الوطني لاحظوا الدور الكبير على مستوى الدار الراسية من طرف أشرف داري خطيرة هنا الكنترول هنا المحاولة هنا التسديدة جات من طرف من طرف نصير المزراوي أول تهديد لفيد حكيم سياش يبحث عن العرضية كرة خطيرة مغربية من شيرتي أشرف في الخطورة فرصة وطالب منتخب الشيلي فرصة تسدد والكرة ترتطم سوفيان بوفيل طريقة جميلة والحكم يقول خطأ لفائدة منتخب الشيلي مطالب بركلة جزاء أظن بأنه فيها الخطأ أظن بأنه المحيم رمغة جميلة انطلاقة في الخطورة العرضية حكيم عبر القيمة الثاني فرصة خطيرة مرت محادية الكرة أمام المدافع أشرف داري لاحظوا كما قلنا نقطة القوة في منطقة الجزاء توغل من جانب عناصر المنتخب لحكيم سياش عرضية خطيرة جميلة اللقطة جميلة العرضية من حكيم ومتابعة سفيان بوفال مرت الكرة بسلام هذه الكرة التغطية الدفاعية من طرف سياش استلام سياش سددها وبين الحارس برايان كورتا سفيان بوفال يوسف انصيري خدوات بينه وبين يوسف انصيري يتحصل على إثري سفيان بوفال على ضربة خطا لفائدة المنتخب الوطني المغربي تأتي في حدود المغربي حكيم سياش سدد مقوسة لكن ترتطم للمنتخب الوطني ركلة ركلية راسية من نصير مزراوي مرت بسلام على مرمى منتخب الشيلي نتابع عادة تيم سياش كنترول رائع من حكيم وراوغة من حكيم سوفيان بوفيل فرصة لبعثني التسديد عز الدين ويا الخطورة خطيرة خطيرة كان بإمكانه يمرر كان بإمكانه يمرر سليم ملاح لأنه نصير مزراوي كان متواجد في الجهة اليسرى تمويل جميل من حكيم سياش هنا المتابعة لكن قبل ذلك الصفاري حضرها لنصير مزراوي نصير تسدد المنتخب الوطني تفاعل كبير ردة فعل جميلة جانب النخبة الوطني على مستوى البناء الهجومي مرت مقوس تنتهي الجولة الأولى بنتيجة التعادل صفر عم يلعب في مستويات عالية لف الحكمي تقدم عز الدين ناحية فرصة مغربية بوفيل من جديد محاولة تقدم فرصة في الخطورة عز الدين ناحية سدد عز الدين ناحية ارتطمت بدفاع منتخب الشيلي والحكم يمنح ضربة المخالفة لعناصر المنتخب الوطني المغربي هنا نتابع عادة هذه اللقطة من خلال بعض الكرات تمنح الهدف الأول للمنتخب أشرف في يسدد خطيرة جول لكن مرفوض الحكم يرفع الراية تؤجل الفرحة للمنتخب الوطني المغربي تؤجل الفرحة تأخر الحكم المساعد تأخر الحكم المساعد متابعة أشرف داري جاء اليمنى حكيم سياش مشى حكيم أداري شباب أداري ياسين في الإبعاد إخراج بطاقة يدخل من جديد ويرتا خطيرة
والابعاد من بريان. بريان هنا بالراس، ابعاد في الخطوره، محاوله تيكي تاكا مغربيه من وسط الميدان، ذات العرضيه، فرصه حداري شباب حداري، خطيره اللقطه، خطيره الهجمه من ارطورو فيدال بتجربه السنوات، كريك محاوله في الخطوره خطيره، ركلة جزاء للمنتخب الوطني المغربي، خطاها فوادياس باولي في الصورة، وتمنح ركلة جزاء بعد عمل جميل كان من جانب عز الدين. وناحي لكم اللقطة والتدخل، هنا ضغط المنتقد سفيان بوفال، يلا سفيان سفيان بوفال، وجنبت الملعب تهتز من طرف الجماهير المغربية سعيدة جدا بهذا الهدف من طرف سفيان بوفال في حدود الدقيقة 66، هدف من طرف سفيان. تغييرات بالنسبة للمنتخب الوطني من أمين، عملية تحضير، فرصة مغربية خطيرة، على منتخب الشيلي لحظات بعد